السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على واحد جانب هام جدا في عملية التعمير والبناء بصفة عامة، لأنه في الاقتصاد يعني عند في الإسلام الاقتصاد مبني على التعمير. كاين آيات وأحاديث تتكلم عن أن مهمة الإنسان في تعمير الأرض، وعملية التعمير هذه هي أبسط العمليات ومن أقدم العمليات اللي قام بها الإنسان. الإنسان منذ أن وجد على الأرض هو يعمر المحيط نتاعه بيعيش فيه. هذه عملية تعتبر بسيطة ومبدئية. حتى الحيوان يدير التعمير نتاعه. الحيوان يبني البيت دياله ويهيئ المحيط نتاع البيت دياله، وهذه يعني جاية في الغريزة نتاع الإنسان. إذن على الدولة أن تترك الناس تبني البيت نتاعها وتكف عن بناء العمارات. الدولة مهمتها لازم تهتم بالتهيئة، كل الأشغال اللي يعني كوم اللي جاية أون كوما، اللي تكون عندها أشغال عمومية اللي تخص الجميع. أما البناء فهو عملية ذاتية، إنسان كل إنسان يبني لروحه. المهم أن الدولة تتكفل بالتهيئة العمرانية ولا فيابيليزاسيون، تهيئة الأراضي وبناء الطرقات وإيصال الغاز والماء وكل الهياكل القاعدية هذه والمرافق من مدرسة ومستشفى، وكل هذه الأشياء على الدولة أن تقوم بها وأن تتكفل بها. أما مسألة البناء للسكن فهو مهمة شخصية، كل إنسان يبني البيت دياله وحده. لا بد على الدولة أن تفهم بأن الأموال كلها يعني الميزانية تاع السكن لازم تروح للتهيئة والمرافق. أما السكنات كل واحد يبني. كاين طرق كثيرة للبناء الذاتي، كاين لي كوبيراتيف، كاين جماعة يتلاقاو بين ثلاثة أربعة ويبنوا. يقدر تكون مؤسسة خاصة تاع ترقية عقارية، تبني ترقية عقارية وتبيعها للناس. المهم العملية ما تكونش دافع على عاتق الدولة. لازم الدولة تنحي من راسها هذه الميزانية نتاع السكن. تبقى قضية الدولة تبني للذين الفئة الهشة نتاع المجتمع التي لا تستطيع بناء دير بناء الذاتي نتاعها. دير جماعة، دير سكنات اجتماعية. هذا يعني مفهوم. ما تكونش عمارات تاع أكثر من ثلاثة أو أربع طوابق، لا ما تكونش أكثر من هذا. أما مسألة التهيئة العمرانية والنظافة والصيانة، الصيانة تكون على عاتق البلدية، يعني الدولة هي اللي تقوم بالصيانة بس تكون على عاتق البلدية، وتكون فيها مساهمة نتاع المواطن بدفع قسيمة نتاع اشتراك. هذه مسألة التهيئة العمرانية، لازم الدولة تأخذ أماكن شاسعة في ولايات اللي عندها فضاءات عقارية كبيرة وتنشأ أماكن للسكن، وتكون هذيك الأماكن مهيئة قبل ما تبني، وتمد للناس، تبيع للناس، دير له التيرا وهما اللي يبنوا، وتكون متابعة من طرف الوسائل نتاع العمران، نتاع مديرية العمران ومكاتب على مستوى البلدية، ولا ويتابعوا عملية البناء نتاع هاد الناس. أما مسألة يعني النظافة، نحن نعرفوا باللي النظافة من الإيمان، من الإيمان، والإنسان مسلم نظيف ما شاء الله. لكن نظافة المحيط لازم المحيط كذلك لازم يكون نظيف. أين نظافة المحيط من في مدننا؟ هنا رانا في مثلا في منطقة ما يسمى بألجي بلاش، تابعة لبلدية برج البحري. هنا كل السكنات غير مكتملة،
الأرصفة مهترية مدققة قاع، الغبار مادة سامة فيها مواد ثقيلة مثل البلون ومواد أخرى تفرزها المحركات تاع السيارات. هذاك الغبار يعتبر خطير بالنسبة للإنسان، وخاصة الأطفال، الأطفال والرضع اللي يعقبوا في لابوسات، والأطفال الصغار هذوك، هذاك الغبار يلحقهم هم الأولين، هما الفئة الهشة من صحيا، يعني من الجانب الصحي هما اللي يتضروا كثير من هذا التلوث هذا اللي موجود على حافة الطرقات. لازم الدولة تراعي هذا الجانب تاع النظافة تاع المحيط. وكذلك أنا أظن عندي اقتراح من عندي، لازم على الدولة أن تخلق جهاز جديد في ميدان التهيئة العمرانية ماشي البلدية، خاطرش العمال البلدية عندهم خذاو طبيعة قديمة، داروا معارف وتعلموا تفنيين والتكاسل، وما يقدروش يقوموا بالعملية كما هذه. لازم يكون جهاز جديد، يكون عنده ميزانية تسيره، يهتم بالنظافة وتكون فيها الشرطة نتاع عمران، الشرطة نتاع العمران، ويتابعوا المخالفين في كل مكان، وتكون بدون شفقة، اللي لازم المتابعة تكون عن قرب. وكل البناءات لازم تكمل، الدولة لازم الميزانية نتاع اللي كانت تمدها في السكن تعاد تحولها إلى كفانة من السكن. الكمية خلاص خلينا من الكمية بزاف، خلي الناس تسكن، ديروا انتوما فيابيليزيو ليتار، بيعوا لي لو تيران وخليوا الناس تسكن تبني وتسكن. اما مساله التهيئه العمرانيه البيجي تاع اللي كان يروح في المدن الجديده والعمران والباطيمات وهذيك، لازم هذاك البيجي الميزانيه هذيك تروح للتهيئه العمرانيه وللترميم المدن، ترميم المدن. ولازم يكون عملية التهيئة العمرانية تبدأ من وسط المدن، من وسط الميدان، مثلا مدينة كما ورقلة ولا قسنطينة ولا وهران، التهيئة العمرانية تبدأ من الوسط، تهيئ كاع الفراغات نتاع المدينة، ونبدأ نخرج على المحيط نتاع المدينة، ثم نذهب إلى المحيطات الأخرى. والسلام عليكم.